السلام عليكم، مرحبا بكم في حل تمرين في المعادلات. إذا التمرين يقول حل المعادلات الآتية. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى. إذا لدينا جوج عامل 4 ناقص 3 إكس ناقص 4 تساوي 4 عامل 3 زائد إكس زائد جوج إكس. إذن أول خطوة هي إزالة الأقواس. إذن باش نحيد الأقواس خصنا ندير النشر. إذن هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ إذن كندير النشر. إذن جوج في 4 تساوي 8، جوج في ناقص 3 إكس تساوي ناقص 6 إكس، ناقص 4 تساوي. إذن هنا كاين أقواس كذلك نشر. إذن 4 في 3 هي 12، و 4 في زائد x هي زائد 4x زائد 2x. الآن كنحاول نبسط هذا التعبير هذا أو هذه المتساوية. إذن عندنا 8 ناقص 4 هي تساوي 4 ناقص 6x، وفي الطرف الثاني كذلك لدينا 4x زائد 2x هي 6x. إذا 12 زائد 6x. الآن دابا شنو غادي ندير؟ الأعداد المجهولة غادي نديها للطرف الأول والمعلومة للطرف الثاني. إذا المعادلة تكافئ. 6x كنديها للطرف الأول كترجع ناقص 6x ناقص 6x، و 4 كنديوها للطرف الثاني غيرجع كترجع ناقص 4. إذا 12 ناقص 4. إذا ناقص 6 ناقص 6 هي ناقص 12 إكس تساوي، و 12 ناقص 4 هي تساوي 8. إذا إكس تساوي ماذا؟ إذا عندنا جداء، إذا كنقسمو. إذا 8 على ناقص 12. إذا المعادلة كذلك تكافئ. هنا عندنا الإمكانية ديال الإختزال، لأن 8 راه هي 4 في 2، ناقص غادي يطلع الفوق، و 12 هي 4 في 3. إذا كنختزلو بعدد 4 كيبقى لنا x تساوي ناقص 2 على 3. إذا ناقص 2 على 3 حل لهذه المعادلة. المعادلة الثانية بنفس الطريقة. إذا غادي نديرو النشر. إذا هذه المعادلة تكافئ ماذا؟ غادي نشر بشكل مباشر. إذا عندنا 4 إكس زائد 5 تساوي. إذا عندنا أقواس يعني كاين النشر. إذا 3 في إكس هي 3 إكس، و 3 في زائد 4 هي زائد 12، زائد 2 في إكس هي 2 إكس، 2 في ناقص 1 هي ناقص 2. إذن المعادلة تكافئ 4x زائد 5. في الطرف الثاني عندنا 3x زائد 2x هي 5x، 12 ناقص 2 هي 10. إذن دابا غنحاول نجمع الأعداد المعلومة في الطرف الثاني والمجهولة في الطرف الأول. إذن المعادلة تكافئ 4x. إذن 5x ديناها للطرف الأول رجعت ناقص 5x، وزائد 5 ديناها في الطرف الثاني ترجع ناقص 5 زائد 10. إذن 4x ناقص 5x هي ناقص 1x أي ناقص x، وناقص 5 زائد 10 راهي تساوي 5. إذن عندنا ناقص x تساوي 5 أي أن x تساوي ناقص العدد 5. هنا كنضرب في ناقص 1 طرفي المعادلة. إذا ناقص 1 في ناقص x راه هي x، وناقص 1 في 5 هي ناقص 5. إذا ناقص 5 حل لهذه المعادلة.